الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه. محمد من الناس المحترمة، ومحمد الصديق ده أخ وعشرة عمر، ربنا يرحمه، ده أمر الله يعني. الحمد لله. في الفترة الأخيرة كان في حاجة بيعاني من حاجة؟ لا لا، محمد كان صحته كويسة وما فيش فيه أي مشاكل، بس هو الأجل بقى، أنت عارف، من لكل أجل كتاب يعني، مفيش سبب معين للوفاة أو كده. بس احنا طبعا الخبر صدمنا كلنا، وكل هنا طبعا، احنا في اسكندرية كل الناس حبايبه، هو يعني عشت أكتر من 21 سنة، 23 سنة حاجة زي كده يعني، وطبعا من الناس المحترمة وفنان محترم جدا، وشرفنا كلنا طبعا. كان بيتردد على اسكندرية وبيزورها؟ كتير كتير، هو في الصيف احنا دايما بنتجمع مع بعض، نتقابل مع بعض في الصيف، وطبعا الشغل في القاهرة طبعا مع بعض. محمد ملحن عمل الناس كلها تقريبا، على رأسهم عمرو دياب وتامر حسني، ناس كتيرة، وأنغام، عمل كل الناس يعني. وطبعا خبر صدمنا كلنا، الحمد لله، ربنا يرحمه يا رب، كان صوت جنة برضو كل الناس اللي معانا. احنا محمد في الأغلب أصدقائه طبعا من الطفولة. محمد إنسان محترم جدا، هادي، مثقف، كل الناس بتحبه، سواء أصحابه في المجال الفني أو في يعني إحنا أصحابه، بقول لك من أيام الطفولة. التوقيت ما أصعبش حد، في ناس كتيرة جدا، في ناس بره مصر كانت عايزة تيجي، في ناس في القاهرة، حضرتك برضو لسه بتقول يعني أنا جيت اتفاجئت، أنا جيت متأخر ما لحقتش. ف صدمة، الله يرحمك يا محمد، صدمة بصراحة يعني. والله محمد نادي هو اخ لينا يعني، مش مجرد احنا اصحاب واخوات وحاجات كتيره نقدر نقولها مع محمد نادي. محمد نادي من الشخص مش مجرد احنا اصحاب واخوات وحاجات كتيره نقدر نقولها مع محمد نادي. محمد نادي من الشخصيات اللي هي الطيبه يعني، اللي ما بيشيلش لحد حاجه يعني. هو من نوع حتى لو جينا وزعنا مع بعض شويه، لا تبص يا دوبك بس يعني مشى خطوتين بنرجع زي يعني اكتر من سنه على العسل يعني. هو محمد نادي من الناس المحترمه جدا، الله يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مثواه الجنه. ده اللي نقدر نقوله دلوقتي. هو طبعا صدمه لينا لان محمد نادي مش يعني هي بدون مقدمات يعني، طبعا هو ما يعزش على ربنا يعني في اي حاجه، بس لكن صدمه. الحمد لله الحمد لله، الله يرحمه ويغفر له يعني، الله يرحمه ويغفر له، الله يرحمه ويغفر له. حتى لسه احنا كنا بنتكلم مع بعض، ما فيش يعني من 4 5 ايام كنا بنتكلم مع بعض، وظروف انا كان شغلي وظروف بردك حياتنا، يا دوبك انا بس يعني سبحانك يا رب يوم وسمعت ان هو توفى وما اعرفش، بس الحمد لله الحمد لله. هو ما يعزش على ربنا يعني، ربنا اكيد هو في مكان احسن، اكيد اكيد في مكان احسن من اللي احنا فيه يعني، وربنا يرحمه ويغفر له يا رب، ربنا يرحمه ويغفر له. بس نطلب من كل اصحابه وحبايبه واخواتنا والوسط الفني كله، ناس محترمه بيحبوه يعني، ندعي له بس، وربنا يرحمه ويرحم موتانا جميعا يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين يا رب.